ينضم إلينا سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي عبد الرحمن، هل من تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم؟ نعم صباح الخير. طبعا هذا الهجوم هو الأعنف هذا العام الذي يستهدف قوات النظام، ولكن كان هناك استهدافات لمدنيين سابقا. الهجوم جرى في ريف بادية الميادين، كان هناك حافلة على الأقل، هناك أربع حافلات، لكن حافلة على الأقل جرى استهدافها من قبل التنظيم. أدى الهجوم لمقتل 23 من عناصر قوات النظام من المجندين في الخدمة الإنسانية وبعض الضباط، وبالإضافة لفقدان عشرات آخرين. إسرى العملية بدأت صباح اليوم أو فجر اليوم قوات النظام وميليشيات الإيرانية بعملية تمشيط في البادية السورية بحثا عن المفقودين وبحثا عن خلايا التنظيم الذين هاجموا واختفوا بشكل سريع. سيد رامي عبد الرحمن، كيف تفسر هذا التصعيد في الهجمات من تنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية؟ التنظيم يعمل في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، وهناك من يحركه في البادية السورية. نتحدث ثلاث هجمات دموية هذا الشهر لوحده، أي أن التنظيم هناك من يحرك هذا التنظيم لاستهداف قوات النظام التي هي تشكل خاطر الرخوة في البادية السورية، ويتمكن تنظيم استهدافها كون أنه يعلم خفايا هذه البادية. شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.